في نهائيات فني مبتكر كل حلقة ثلاث مشروعات في تخصص محدد بتنافس بعضها. هدف كل مشروع إنه يجمع أكبر قدر ممكن من النقاط من لجنة التحكيم. أكيد حضراتكم تابعتم وبقيتم ذاكرين معانا تفاصيل فني مبتكر. النهاردة بقى ثلاث مشروعات من مدارس التكنولوجيا التطبيقية هينافسوا بعض. بالمو اللي بيحلل الأشعة بالذكاء الاصطناعي، كاسميت أول عربية تسوق ذكية في مصر، فيرفيجن نظام حماية المنشآت بالذكاء الاصطناعي، والسؤال اللي بنسأله كل مرة، يا ترى مين فيهم هيجمع أكبر قدر من النقاط النهاردة؟ ودلوقتي آخر مسار، وهو مسار مشروعات التكنولوجيا التطبيقية، بالمو، كاستميت وفيرفيجن. أكيد كل فرقة من عندهم عندها فكرة وعندها مشروع وعندها كلام أكيد هيفيدوا بيه غيرهم، والبداية هتكون بالمو. تفضل. أنا مش شايفة بالظبط وأنهي التهاب، بجد المضغوطة النهاردة جامد يا دكتورة. الأشعة اللي أنت طلبتيها من المرضى النهاردة، حرام عليكم ضغطوني كتير قوي النهاردة، ومفيش دكتورة غيري في مصر. في مندوب جالك امبارح بالليل بعد ما العيادة قفلت وساب لي الورقة دي، قال لي إن ده حل مشكلة الزحمة. إحنا شركة بالمو بنوفر سوفت وير AI بيقدر يساعدك في تشخيص الأشعة في وقت قليل جدا، وهنفرق بين التهاب الرئوي الفيروسي والبكتيري ومتحورات كورونا بأنواعها، وبدقة بتوصل 99.3%. تواصلي معاهم يلا. أنا روان ياسين. وأنا محمد خالد. احنا فريق بالمو، احنا شركه متخصصه في برمجه الحلول الطبيه. فوجدنا ان في قله في عدد اطباء الاشعه في مصر، وكمان في صعوبه للدكاتره ان هم يقدروا يفرقوا بين التهاب الرئوي الفيروسي والبكتيري عامه. وتاني حاجه بالنسبه لنا ان اعداد المدخنين زادت جدا، فكان سنويا بيموت 8 مليون، فدي حاجه يعني يعتبر نص الكوكب هيموت. فاحنا دلوقتي عملنا موديل AI بيقدر ان هو يديتكت الامراض الرئويه ومرض تضخم القلب. طب واحنا ليه اخترنا مرض تضخم القلب؟ مرض تضخم القلب ده هو متشابه جدا مع التهاب الرئوي الفيروسي، تمام؟ فوصلنا لفاليو عامه هنقدر ان احنا نشخص لك بنسبه 99.3%. تاني حاجه برضو هنبدا ان احنا يعني نعمل لك اناليسز للداتا بتاعت التشخيصات بتاعتك. تمام. طيب بالنسبه للبروتوتايب بتاعنا، احنا بدانا ان احنا نشتغل في الاول ان احنا نكولكت الداتا. الداتا عندنا وصلت عددها 116,000 صوره لكل كلاس من الثمانيه اللي عندنا. في الاول احنا شغالين على 3 كاستم مودلز، كل موديل بتاعنا بياكد على الموديل اللي بعده، فاحنا عشان نتاكد ان الريزلت اللي راح للدكتور دي بنسبه 99% الريزلت دي اكيده تماما. طب تفتكري الاطباء هيتبسطوا من انت كده منافسه للاطباء؟ ازاي هيتبسطوا؟ انا مش منافسه للاطباء، بالعكس انا بساعدهم. لا احنا بنشخص. لا انت لازم تقولي انا منافسه للاطباء. علشان الموضوع اللي انت عاملاه ده، انا دخلت في شركه من 7 سنين بتعمل نفس الموضوع ده. بس الفرق ما بينها وما بينكو ان هي انتوا بتعملوا تحليل لانواع الامراض. هم بيعملوا تحليل وبيطلعوا الحالات الحرجة في الأول. فلو أنتوا ضفتوا ده على البرنامج بتاعكو هتديكوا كومباتيتيف إيدج أعلى. هو احنا شغالين على ده حاليا، وبرضه احنا شغالين على ان احنا بنشتري داتا من مراكز الاشعه نفسها، بحيث ان تكون الداتا بيز بتاعتنا مش فيك مثلا، مش عكاجل او فيها نقطه غلط. فالاكيرسي بتاعتنا زادت واحده واحده، يعني شغالين عليه بقالنا سنتين بروجكت كده. تعالوا لي انا هشتغل معاكم في الموضوع ده برضه. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا. انا عندي سؤال، هو المنتج ده عباره عن ايه؟ يعني هو بلاتفورم ولا هو جهاز ولا هو حاجات مربوطه ببعض؟ الويب بيز ابلكيشن اللي احنا بنقدمه ده، بعد ما المريض بيبدا ان هو يعمل الاشعه دي ويروح بيها للدكتور، الممرض اللي قاعد بره بيبدا يسكان الاشعه دي ويرفعها عندنا على السايت، بنبدا نعمل لها دايجنوزنج في نفس الوقت عقبال الفتره لما على المريض يخش للدكتور. لا انتوا مفروض تربطوه بجهاز الاشعه. صح. يعني يتربط البرنامج ده بجهاز الاشعه بحيث تطلع الاشعه بالبيانات بتاعتكم. عشان نحدد دقه تحديد الاشعه ازاي او نحدد دقه المرض،
احنا الداتا عندنا بتتقسم لثلاث انواع، في داتا على التريننج وداتا تيستينج وداتا فاليديشن. الداتا التريننج دي اللي انا بدرب عليها الموديل اصلا عشان اعلمه ازاي الفرق ما بين مثلا كوفيد 19 والالتهاب الفيروسي. مين بيعلمه؟ في ريفرنس ليه؟ بالظبط بالظبط كده. ان احنا بنعلمه بحاجه اسمها سوبرفايزد ديب ليرنينج، ان انا بقول له بجمع الداتا بتاعتي دي، مثلا لو بجمع الداتا بتاع الكوفيد 19 في فولدر لوحدها وبقول له ان كل الصور اللي عندك دي حالات كوفيد، هو بيبدا ان هو يتعلم لوحده سيلف ليرنينج، بيحدد الفيتشرز اللي موجوده في كل مرض من الثمان امراض اللي عنده، بناء عليها هو بيبني التعليم بتاعه وبيبدا ان هو يبريدكت بعد كده. هتمشوا الخطه الماليه بتاعتكم ازاي؟ احنا عملنا تو باكجز، في باكج هتتباع شهريا وباكج سنويه، لو على حسب ما طبعا الكلاينت بتاعنا هيبدا ان هو يختار. بالنسبه للباكج الشهريه التكلفه بتاعتها بتوصل ل 700 جنيه، بالنسبه للباكج السنويه بعد ما حسبناها بتوصل ل 6000 جنيه مصري. وقت اللجنه انتهى، شكرا، حياتي. كاست ميت، هنروح للفريق الثاني وجوفاني واحمد وحبيبه من مدرسه فتح الله الدوليه للتكنولوجيا التطبيقيه بالاسكندريه. بالضبط. اثناء زيارتنا الميدانيه للفروع الماركتس اكتشفنا العديد من المشكلات، ولكن قررنا ان احنا نحل مشكله واحده وهي الازدحام امام الكاشير والازدحام في اقسام البيع المباشر. احنا عملنا اول عربيه تسوق ذكيه موجوده في مصر. العربيه متقسمه جزئين، سوفت وير وهارد وير. الهارد وير هو تابلت وكاميرا مستبشين في العربيه. السوفت وير عملنا سيستم للتابلت والكاميرا، هيدخل في الاول ان يعمل الاسكان للمنتجات، بعد لما بيعمل الاسكان بيظهر له الوصف من الداتا اللي متخزنه بتاعه الماركت، بيبدا يتعرف على المنتج. بعد ما بينهي عمليه التسوق بتاعته بيحدد الدفع كاش او فيزا، لو كاش هيظهر له الباركود، موظف الكاشير هيعمل له سكان ويبقى كده انهى عمليه التسوق بتاعته، لو فيزا هيدفع من البوابه اللي موجوده على الابلكيشن. تاني حاجه ان احنا اشتغلنا على الادد فاليو، ان احنا نزود المبيعات عن طريق بعض القيم، اللي هو اول حاجه كانت الفود، ده وجبات جاهزه موجوده في الماركت، ان هو بيقترح له الوجبات اللي موجوده بطريقه عملها ومكونات الوجبه وكل منتج مكانه فين في الماركت. عشان بنحل مشكله البيع المباشر، فقلنا ان احنا هنستهدف الاقسام البيع المباشر، ان الاوردر العميل يبدا يبعت ليها الاوردر من عن طريق الابلكيشن من قبل ما يروح للفيسبوك، فيوصل لك الاشعار اول لما يخلص ان يبدا يروح يستلم الاوردر بتاعه. سعر البيع عندنا 8700 جنيه، ده سعر العربه الواحده للسيستم للماركت الواحد. 40 ثانية. بالنسبة للمنافسين احنا ما عندناش منافسين في مصر، وعندك المنافسين العالميين، عندنا شركة زي امازون داش كارتس، وعندنا شركة زي وانزل. انتوا عايزين تعملوا الباسكت ده بالجهاز صح؟ لا احنا مش بنعمل اي باسكت، احنا بناخد العربية اللي موجودة في الماركت، احنا بس اللي مهمتنا ان احنا نحط التابلت اللي موجود على السيستم بتاعنا والكاميرا. دي 8700 جنيه؟ 8700 ليه كتير كده؟ احنا بنبيع السيستم. بدل ما تاخدوا مبلغ 8700 جنيه، تاخده على كل تعامل يتم على الجهاز بتاعكو، تاخده مثلا 10 جنيه فيجي تمنه على مدار الوقت. وانتو مش محتاجين ماركتينج، انتو بيزنس تو بيزنس، لو اعتمدكو فتح الله هتبص تلاقي كل الشركات التانية عايزة تطبق نفس الموديل، فمتهيالي ده يبقى موديل احسن من الموديل انك تبقى عايز تبيعها وحاجة لسه ما تجربتش. هو ده اللي شغالين عليه، وحاليا قريبا هتلاقي فتح الله مطبق اول عربيه. انا ليه ما اقدرش اعمل كل ده بموبايل ابلكيشن وتقدر تشتغل بيه من غير ما تخش مرحله التصنيع؟ لو عملنا موبايل ابلكيشن عادي، انا اعتمد على امانه العميل ان هو هيعمل اسكان لكل منتج وهيحطه في العربيه وهيظهر له الباركود النهائي وهيطلع للموظف الكاشير يعمل الاسكان، فكده العميل ممكن يكون حاطط منتجات ازيد، فكده موظف الكاشير احنا مش عاوزينه انه يراجع وما يضيعش وقت. احنا حلين هنا على القضاجي، وان هي المراجعه تتم اوتوماتيك من عن طريق الموديل اللي موجود. انا محتاج افهمها بشكل مبسط. ماشي، اشرح لي كده. انا يعني انت خدت العربيه ودخلت تشتري، تمام، ممكن اشرحها لك؟ اشتري حاجه جاهزه بتتعمل زي وجبه ولا هشتري؟ ممكن انزل لحضرتك نعمل التجربه كامله. بقى جميل، يا ريت لو فيها منتجات بالمره يبقى اروع كمان بقى. المنتج موجود. الشوبينج اللي هو هتدخل هتلاقي الوجبات بتاعتك، تدخل هو بيقترح لك الوجبات المكونات بتاعتها وطريقة العمل وكل منتج مكانه فين في الماركت، ودي بتختلف الماب من حسب فرع الفرع. وهنا الهيلثي فود برضو مقترحه لك، وايه فوائد الوجبة دي. وقت أسئلة لجنة التحكيم. كده أعتقد أنا فهمت جزء الإسكان. أنا كده شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. دلوقتي للفريق الثالث،
فريق فيربيجن، وهو الفريق الأخير رامز، مينا، جمانة وشهد. وفي كل المسارات الفريق الأخير كان رحب بيهم فيربيجن. اهلا بكم معنا، احنا شركه فيري فيجن بنقدم سمارت فيجن سيستم كامل متكامل، والسمارت فيجن سيستم بتاعنا هيقول لكم الاي اي قوته وصلت ليه. المشكله اللي واجهنا هي الاعتماد بشكل كبير وبشكل رئيسي على العناصر البشريه في منظومات الامن والرقابه، وده اللي بيعرضها لتحديات وعيوب كتيره جدا. يعني فنفترض مثلا ان الشخص مسؤول عن مكان سابه راح يشتري فول، طب فوضعنا هيبقى ايه؟ يعني عشان نجيب حل، وبحكم دراستنا في مدرسه تخصصها اي اي، طبعا قدرنا ان احنا نجيب حل يكون اعلى كفاءه من العامل البشري، وهنا وظفنا التكنولوجي بتاعه الاي اي ان احنا نعمل سمارت فيجن سيستم كامل على حسب المكان اللي هيتركب فيه يقدر يديتكت الريكويرمنتس بتاعته. وطبعا البروتوتايب بتاعنا هنا بيتمثل لما احنا نزلنا مركز المينيا الدولي، ودي مستشفى خاصه، وعرضنا عليهم الفكره، وكان الفيدباك بتاعهم معجبين جدا ان في حاجه زي كده هتوفر عليهم. قال لي انا عايزك في السيستم بتاعي تعمل لي فور ريكويرمنتس. اول فانكشن من الريكويرمنتس بتاعتي، اول حاجه فيس ماسك ديتكشن، ما تدخليش حد من المستشفى غير وهو لابس الكمامه. تاني حاجه فاير ديتكشن عشان لو قامت حريقه طبعا. تالت حاجه ويبنز ديتكشن. وجي في الاخر سالني سؤال بسيط جدا، قال لي انت هتخلي السكيورتي مان موجودين في الكنترول روم بيستلموا الريبورتس من السيستم بس. قال لي في حد محتاج مساعده، حد اخر حاجه زي كده. قلت له بكل بساطه هضيف لك الهاند موشن ساين لانجوج هيلبنج ديتكشن، لو عمل كده للكاميرا السيستم يديتكت ويصوره ويبعت لايف لوكيشن ليه، السكيورتي مان يتوجه ليه حالا. وبالفعل قدرنا ان احنا نطبق ده في البروتوتايب بتاعنا 12 ثانيه. طبعا كده ما حدش هيقدر يفلت من الاي اي باي عامله او اي حاجه تاني، ونقدر نوفر مع حضرتكم ونجرب معاكم السوفت وير بتاعنا. طب جرب هو انت مش هتفهم. 2 1 شكرا. لا لا بس انا عايزهم يجربوا السوفت وير. حاضر تمام. ده يعتبر من وقت اللجنه، من وقت من وقت اللجنه. هو دلوقتي هيجرب فيس ماسك ديكشن، لو لابس ماسك البوابه هتفتح على حضراتكم، لو مش لابس بالتالي بتقفل بوشك. واحنا هو بس فيس ماسك ولا لا في اكتر من حاجه؟ بس احنا هنوضح الاهم بس عشان كانت مشكله الوقت. مشكله انا بتكلم سي مصنع، وانا عارف ان في 3000 عامل وعارف اساميهم، لو سجلتهم على السيستم يقدر يقول لي العامل ده دخل ولا ما دخلش؟ بالظبط. هيقدر كمان يحسب لك عدد ساعات الشغل بتاعته وابتدى كام، ولو في اي فعل غريب حصل ليه في المصنع يقول لك كمان. وكمان لك الكلام اللي انت بتقوله ده متسجل، فانا هحاسبك عليه. وانا الكلام ده. وكمان كمان لو مش لابس السيفتي، لو مش لابس السيفتي كلوزز بتاعته مش هيسمح له بالدخول، وهينبهه ان هو يلبسها. تمام. واقدر كمان اركبه في المدارس، ياخد غياب وحضور الطلاب، عدد ساعات عمل المدرسين، اي فايتنج يحصل ما بين الطلاب فيديو ريكورد ويتبعت للمدير في ثانيه. تمام. ممتاز. هيبسط ناس كتير الموضوع. اول ما البس الماسك البوابه عندي بتفتح، البس الماسك او اخلعه كده البوابه تقفل. دي البوابه يعني. حتى كمان لو حطيت اي ايشو مثلا وحطيت ايدي البوابه مش هتفتح، لان ده جهاز اي اي طبعا متدرب باكيورسي وصل 98%. انا عايز اعرف هل السيستم ده موجود في اي حته تانية في مصر ولا انتوا الوحيد اللي عملتوه؟ لا، ولو موجود بيبقى موجود لكل مشكله من دول حل وحدها، واحنا زي ما قال رومز في الفاليو بروبوزيشن ان احنا بنجمع كل ده في سيستم واحد. لا لا، يعني انت قول هو موجود طبعا في العالم يعني، وفي شركات أكيد بتطبقه اكيد طبعا، لكن انتوا عاملين يور فيرجن. بالظبط بالظبط. يعني بس هو موجود، يعني هو يعني في كل مطارات العالم وفي كل المطارات بشكل اخص يعني. ولكن احنا برضو يعني عندنا الاستضافه السحابيه ان انا اقدر ارفع السيستم ده على كلاود سيرفر واسحب الاي بي اي بتاعه. دي فاليو اديد بتميزنا عن كل الشركات او المطارات، لان دي بيخافوا يرفعوا المودلز بتاعتهم لان بتكون مربوطه بشكل سكيور طبعا منظمات حكوميه. انما انا هنا مش مربوط طبعا منظمات حكوميه، انا وفرت لكل الاماكن مش منظمات حكوميه بس. عجبني الثقه يعني. طبعا شغل سنتين. هل الثقه دي فعلا في محلها؟ تابعونا في فني مبتكر. طب تفتكري الاطباء هيتبسطوا من انتكاب ونافسه للاطباء؟ انت لازم تقولي انا منافسه للاطباء. اللجنه شافت ان بالمو مش عارفين منافسينهم كويس فيما يخص بقى كاست ميت، بيتكلموا عن منافسين عالميين. منافسين العالميين عندنا شركه زي امازون داش كاردز، وعندنا شركه زي وانزو. بس كان عندهم مشكله في توصيل فكرتهم للجنه. انا محتاج افهمها بشكل مبسط. محمد فاروق اتحمس جدا لفيرفيجن، لكنه كان شاكك في دقه كلامهم شويه. خلي بالك الكلام اللي انت بتقوله ده متسجل، فانا هحاسبك عليه. يا ترى مين فيهم هيقدر يجمع اكبر عدد من النقاط من اللجنه؟ هل السيستم ده
موجود في اي حته تانية في مصر ولا انتوا الوحيد اللي عملتوه؟ لا، ولو موجود بيبقى موجود لكل مشكله من دول حل وحدها، واحنا زي ما قال رومز في الفاليو بروبوزيشن ان احنا بنجمع كل ده في سيستم واحد. لا يعني انت قول هو موجود طبعا في العالم يعني، وفي شركات أكيد بتطبقه اكيد طبعا، لكن انتوا عاملين يور فيرجن. بالظبط يعني، بس هو موجود يعني، هو يعني في كل مطارات العالم وفي كل مطارات بشكل اخص يعني. ولكن احنا برضو يعني عندنا الاستضافه السحابيه ان انا اقدر ارفع السيستم ده على كلاود سيرفر واسحب الاي بي اي بتاعه. دي فاليو اديد بتميزنا عن كل الشركات او المطارات، لان دي بيخافوا يرفعوا المودلز بتاعتهم لان بتكون مربوطه بشكل سكيور تبع منظمات حكوميه. انما انا هنا مش مربوط تبع منظمات حكوميه، انا وفرت لكل الاماكن مش منظمات حكوميه بس. عجبني الثقه يعني. طبعا شغل سنتين. نسأل الثقة دي تسأل السؤال اللي بعد ما اتفضل هاكينج للسيستم ده ازاي؟ عندي سوفت وير تاني زي ده بقدر ان انا اعمل بيه اتاك على السيستم ده، لان انا عندي سايبر سكيورتي تيم في الشركة. يعني بالظبط انا بختارك ده ازاي؟ وكمان من ضمن الحاجات اللي فيها السوفت وير ده مش موجود معايا حد، والا كده كان اي حد اخترقني. عايز اسألكوا، هو السيستم بتاعكوا ده ممكن يقرا؟ يعني مثلا لو احنا بنتكلم ان احنا على باركنج وفي عربيات هتخش وعربيات مش هتخش، يقدر يشوف نمرة العربية ويحدد ان العربية دي تخش او ما تخشش؟ لو ركبناه اقول لحضرتك اكزامبل شبيه ده شويه. وفعلا كان في حد عايز يكستمايز ده، لو ركبناه في اشارات المرور هيقدر كمان ان هو يقرا الاشارات بتاعه العربيات والنمر بتاعتها، ولو في عربيه مسروقه هيبلغ عنها، ولو في عربيه عملت حادثه او عربيه بتولع يقدر يبلغ عنها، وكمان لو في عربيه عملت اي مخالفه يقدر يبلغ عنها. ممتاز جدا. كله لحضرتك كله لذيذ قوي. وكل الفرق تفضل هنا على الستيج، تعالوا تفضلوا كلكم. تعالوا استاذ انجي نبدا ب حاليا احنا يعني كتف بكتف زي ما يقال. انا اديتكم 79 لثاندر، بيوصلوا 243.
في فني مبتكر. وبعد مواجهات صعبة قصاد اللجنة إنجي ونادر43 فيري فيجن. انا هخليكم تطبقوا اول حاجه على ماسكيل عندي في المصنع. كله هروح سعيد ومبسوط. انا عندي 3000 عامل فنقدر نجرب عليهم كل الحاجات اللي عايزين نجربها. فده برنامج لو عرفنا يعني نركز فيه ممكن نوصل فيه. طبعا ده برضك منجاتي قال ان الصينيين متقدمين فيه، لكن انا شايف ان احنا عندنا فيه عقول مصريه وعندنا داتا ممكن لو ركزنا ان احنا نستغلها جامد ممكن نطلع بمنتجات تانية يعني غير المنتج ده. فعايزين ناسس كيان تكنولوجي بالمنتج بتاعك ده ونبني عليه حاجات تانية. فانا اديت لهم 95. فالمو مبروك، فالمو الف مبروك. مبروك المركز الاول فالمو. البصر ده جدعان قوي والله. مبروك الف مبروك، وثلاث فرق ناجحين وثلاثه بجد متميزين جدا، وبنحييهم الثلاث فرق بجد. فالمو المركز الاول، المركز الثاني بيرفيجن، المركز الثالث كاست ميت. تحيه للثلاث فرق وعايزينهم سقفه بجد مصحصحه. انا بشكر كاست ميت وبشكر بيرفيجن. من فضلكم انزلوا عن الستيج، وفالمو خليكم موجودين معانا. وعايز الفرق اللي فازت في المسارين اللي فاتوا لازم الجمهور اللي موجود يكون ليه برضو تقييم مختلف. فالمو المركز الاول بتصويت الجمهور برضه. وبرينجو كمان المركز الثالث والثاني. وويل الف مبروك. جوائز بقيمه 3 مليون جنيه. صدمه ولا اي حاجه؟
عايز احييهم. كمان يعني استاذ محمد يعني في وعود كتير وحاجات احنا كلنا خلاص جاهزين. انا النهارده تقريبا حضرتك ما سبتش حد كده الا انا تقريبا. شكرا الف الف مبروك مبروك ليكم لجنه التحكيم من فضلكم شرفونا شرفونا. شكرا. تحيه كبيره لجنه التحكيم بجد النهارده يعني حوالينا كده واسعدونا والشباب والولاد قربوا يا ولاد اكيد اليوم ده هيفضل يوم تاريخي في حياه كل واحد فيكم. والساده ممثلي الشركاء عن الشريك التنفيذي شركة كالتف ممثلة عن مجمع الإبداع المهندس وسيم العبد يشرفنا على الستيج. عن مبادرة إبدأ المهندس عبد الرحمن زوبعة شرفنا. وعن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد مارك درايفز. وعن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور عمرو بوصيلة. وعن مشروع قوى عاملة مصر السادة جريجوري نابلت وجوزيف غانم ومحمد فوزي. تفضلوا شباب احنا عايزين نتحرك هناك شوية. شباب المتسابين او الفايزين بقى خلاص. اكيد كل السادة الحضور سعداء باللحظة دي، واكيد كل اللي بيتابعنا وبيتفرج علينا كمان سعيد بالتجربة كلها ولسه في أكتر. ولادكم كده عرفنا الخط اللي جاي إيه، خط السير هيكون إيه. أستاذ عبد الرحمن زوبع حضرتك ممكن تقول كلمة في نهاية هذا اليوم العظيم؟ إحنا إن شاء الله في مبادرة إبدأ هنوصل كل المشروعات اللي ليها علاقة بالقطاع الصناعي الفائزين وغير الفائزين. إحنا اتفقنا طبعاً إن إحنا كلنا فائزين والصناعة كمان فائزين بيكم والبلد كلها فائزة بيكم. هنوصلها إن شاء الله بالمصانع. في مشروعات إن شاء الله هتكون جاهزة إنها تبقى أداة تستخدم على طول في الصناعة أو برودكت يوصل للمستهلك النهائي. وفي مشروعات إن شاء الله محتاجة شوية فيدباك من الصناعة علشان تتحسن وتصبح هي كمان أداة تستخدم في الصناعة أو تكون برودكت للمستهلك النهائي. وشكراً جزيلاً ليكم وخالص تحياتي ليكم جميعاً. وبفكر حضراتكم بالجوائز قيمتها 3 مليون جنيه بين جوائز مالية وعينية. جائزة احتضان لكل فريق من التسع فرق الحقيقة قيمتها 300 ألف جنيه لكل مشروع. بالإضافة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي. بالإضافة كمان للشيكات لكل مركز بعد كل مسار الفائز في كل مسار. تحية لكل الفايزين وتحية لكل المشاركين الحقيقة. وجي وقت تسليم الشيكات العظيمة. إلى المركز الأول إلى بالمو المركز الأول. تحية كبيرة. وبكده خلصت سهرتنا وخلص الماراثون، لكن لسه في حاجات أعظم ولسه مصر ولادة ولسه في حاجات عندنا نفتخر بيها ونقول ليل نهار تحيا مصر. وده كان فني مبتكر. مشوار طويل وده أوله وأنا ابتديت وخلاص بقى ما بدهاش. ومهما طال هكمله
حب التعب واوصل ما فيش حاجه ببلاش.